صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتقديرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاكرين ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا الخير فيما أعطيت وكنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الله 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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه منه تقائك من النار واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والحمد لله.